مساء الخير يا دكاترة. لو جينا نرجع سوا سؤالين مين بالنسبة للفارماكوثيرابي والديفايس الابديت، احنا جاوبنا الحاجات القديمة للأسف مكانش في وقت نكتب فيه كتير ونكتبه أصلا. تعالوا نبص الملف، أنا كنت رافعه قبل كده على الاوبشنز هنا، في شيرد فايلز، في شيرد فولدر، ده الملف المرفوع نيو هارد فيلير. كان اول ابديت كاتب طبعا الاسكريبت والهيبتور بالترايلز بتاعتها الدباسيك دي والامبيرو ريديوز والكلام. تاني واحد كان كينومات، تالت واحد الارني، وهم مي بي كونسيدرد كانيشال سيرابي بالترايلز بتاعته بارادايم. بعد كده الباترومير والزد اس 9 اللي هما البوتاسيوم بايندر. الديوريتكس ما كنتش ملون فيها حاجة تقريبا، مفيش حاجة جديدة. بيت بلوكرز ريفر سبانك كومباس والكوماندر اي جي 10 و تي تي ار جنسي الانسر هيورسن الهيمو دايناميك.
عندك كونتر كيرتي من جوليتر والفيكس ارتفيلي ارتراين الجهاز اللي انت تقدر تستخدمه في كومبلكس اقل من 130 والهارد ميت 3 رازر زين هارد ميت 2 مومنتم 3 بترهيمو ديناميك وللسايد ليس كومبليكيشن. والريهابيليتيشن كلاس 1 والتيلي ميديسن مي بيكون سبب التيلي مونيتورينج مي بيكون سبب. ده كان الابديت في الفارماكو سيرفو والديفايس. شكرا.